رأت والدتي في المنام أنها وجميع الأسرة في بيت، وجاء إليهم والدي المتوفي يرحمه الله، وتقول فرحت به وقلت له لا تذهب عنا، وفي فكرها أنه عايش في مكان ثان، وتقول أنها لمسته وقال لها لا تمسيني إني نجس. هذه الرؤيا وأشباهها من الشيطان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم، الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره 3 مرات ويتعوذ بالله من الشيطان مما رأى 3 مرات، ثم لينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يكبر بها أحد. الذي يرى أنه يقتل أو أنه نجس أو صب عليه البول أو أحد يهدده بالقتل أو يضربه أو أن يمسه في العورة أو ما أشبه ذلك، كل هذا من الشيطان. إذا استيقظ فليقول فلينفث عن يساره 3 مرات وليقول أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر ولا يكبر بها أحدا ولا يضر الله إن شاء الله. ما سمعنا هذا أو ما سمعنا هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فليتعوذ بالله لينفث عن يساره 3 مرات وليتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى 3 مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر. وإذا حب يسبح هذا بعد ذلك طيب، بس يقول يستيقظ يسمى يستيقظ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. يستحب هذا عند الاستيقاظ من النوم مطلقة في آخر الليل وفي أثناء الليل ولو مر أول، إذا تعرض من النوم يقول هذا، يستحب هذا. يحصل هذا بعد الصلاة، الصلاة يحصل الله أكبر كبير الحمد لله بعد الصلاة. هذا مستحب دائما، هذا ذكر دائما الله أكبر كبير، هذا الأذكار مستحبة.